اللاعبين العرب أيضا لهم دور كبير في هذه الجولات، وشكلوا الفارق الكبير كما هو معهود مشاهدينا الأعزاء في معظم الأندية الأوروبية المختلفة. نتحدث عن مرموش لاعب المصري على سبيل المثال، نتحدث عن العديد من الأسماء المهمة والمميزة والتي لعبت بشكل كبير ورائع حتى الآن. عمر مرموش، فارس شايبي، إلياس السخيري، أحد أبرز الأسماء المميزة التي تألقت مع أينتراخت فرانكفورت، وشيء يدعو للفخر. أنا شاهد ثلاثي دفعة واحدة يتألق مع نادي على مستوى الدوري الألماني. يعني احنا بنتمنى للجميع اللاعبين العرب الموجودين في الدوريات الأوروبية انهم بيقدموا المستويات الكبيرة. ابدا بمرموش، لان مرموش هذا الموسم على مستوى الأهداف، على مستوى صناعتها ارقام في زيادة عبد العزيز. يعني هو كان في فولسبورج قبل كده وشتوتغارت ما كانش بالنسبة لهذه الأهداف المميزة، 14 هدف وخمس تمريرات حاسمة. ايضا فارس شايبي 3 اهداف و10 اسيست. الياس لعيبه وسط ملعب مختلف نوعا ما عن عدد قليل من الاهداف، لكن أيوة عدد تمريرات صناعه اهداف بشكل كبير، يعني 5 اهداف وصناعه هدفين، فاعتقد ان هي ارقام مميزه. معنى لعب اساسي 20 مباراه فقط، حسب لكل مركز كل لعيب نوعا ما، ممكن اعلاهم من حيث الاهداف لان مرموش الاهداف المميزه. انا شفت المباراه الاخيره بتاعته سجل فيها هدف وصنع هدفين، اعتقد ان دي حاجات مميزه بالنسبه له. هو يقدر يسجل ويقدر يصنع. ميزة مرموش عبد العزيز ان هو بالكوره، يعني دريبل بالكوره كويس قوي، وبعدين عينيه مش في الارض، عينيه لفوق دايما عشان يشوف اللي حواليه، فاعتقد ان دي من الحاجات المميزه بالنسبه لمرموش. فاتمنى الجميع يبقى على المستوى ويقدموا لنا مستويات كبيره مميزه. نعم، هذا طبعا شايبي باهدافه بتحركاته مع فريقه ايضا اينتراخت فرانكفورت، وتألق واضح مشاهدين الأعزاء للاعبين العرب بشكل مميز. مش عايزين تجيبوا هدف مرموش ليه؟ لا مرموش على العين والرأس طبعا. ما هو الهدف فين؟ ولا أنت مش عندك أهداف جميلة، سجل أهداف جميلة، لكن هناك مواضيع مهمة أكثر يعني. ماشي، بس نشوف أهداف مرموش. أهداف مرموش موجودة شباب؟ هدف مرموش موجودة. طيب موجود، يعني يعتذرون منك يقول لك مش موجوده. طيب، لكن بعدها قليل. حاضر، ولا يهم. نتحدث عن بايرن. تفضل. نتحدث عن بايرن ميونخ. رايك في سيناريو غرفه تبديل الملابس على بايرن ميونخ؟ توماس توخيل، لاعبين، مولر، احتراز اللاعبين لا يمر بافضل حالاته على مستوى البوندسليغا، لان كل شيء ذهب لتشابي الونسو حتى الان. بص يا ابو عزيز، البايرن، ان البايرن يخسر مباراه ازمه، فما بالك انه يخسر 3 مباريات متتاليه. خسر من باير ليفركوزن، خسر من لاتسو، خسر من بوخ، فعندك مشكله توخيل. هل انت قادر على حلها ولا هتيجي تقعد جنبنا؟ ما هي خدها على طول الكوره بتاعت نتائج، وخاصه في الانديه الكبيره، والصحافه الالمانيه تقول ان بدات تتحدث عن البدائل، ومجلس اداره البايرن يقول لك لا ممكن جوزي مورينيو يكون موجود او مدربين اخرين. مجلس اداره البايرن يقول لك لا، احنا عندنا ثقه فيه ومش هنغير. فحاسب وخلي بالك، حاجتين انا قلت لك عليهم مع عزيز، الدريسنج روم هو مش علاقته مش كويسه قوي مع اللعيبه الكبار، وخاصه اللعيبه الكبار باستثناء نوير. يعني هل هذا الشيء طبيعي؟ لا مش طبيعي. يعني هل تؤيد طريقه التعامل مع اللاعبين الكبار؟ وانا مش الطريقة، يعني مش ملم قوي بالتفاصيل، انما حته علاقتك بالدريسنج روم وخاصه باللعيبه الكبار، لانهم لهم سوابق. اللعيبه الكبار دي مشت مدربين وهم ما مشيوش، يعني بنتكلم على كيميتش، بتكلم على نوير، بتكلم على مولر، بتتكلم على جوريسكا، بتتكلم على العديد من اللعيبه اللي كانت موجوده. فهو الان في ازمه، اللي هيخرجه من الازمه دي النتائج الايجابيه. فرق الثمان نقاط ما بينه وما بين الباير ليفركوزن فرق نقاط كبير، انما مش هيستسلموا. وردت فعل امام لاتسيو في الاياب. فدي اللي هتبقى ايه، نقطه مفصليه. هل هو قادر على ان يحول الدفع لمصلحته؟ هل قادر ان هو يعيد مره اخرى اللاعبين ويخرج افضل ما لديهم؟ المباريات انا بالنسبه وجهه نظري مجلس الاداره هيدي له وقت، وهيدي له 3-4 ماتشات، هل هو قادر انه يحسن فيها نتائج ولا لا؟ يعني المباراه الاخيره انا اتفرجت عليها، دي المباراه اللي ما تلوموش عليها. ايه اللي ما تلوموش عليها؟ لان الفريق ادى وصنع، بس كان عنده باد لك كتير، وكان عنده اوباميكانو اتطرد نوعا ما وتقبل وحته وضيع فرص كتير قوي. يعني هي 1-0 بهدف موسيالا، كان بعدها فرصه على طول الانفراد لهاري كين ضيعها، اتردت على طول
بهدف التعادل. لا يسجل يسجل عليه. ايوه طبعا. وهدف التعادل. نعم. وبعد كده حصل بقى ايقاف المباراه نتيجه الاعتراضات الموجوده، ما تعرفش اللعيبه خرجت بره المود ولا ايه، فراح الهدف الثاني جاي من كره ثابته. وبعد كده الطرد الموجود، فبدات 3-1 اوباميكانو كل مباراه يطرد، مباراه لاتسو اطرد، والمباراه دي تعبوكم اطرد، خرجت الامور خارج السيطره. صحيح. فاعتقد وهذا امر طبيعي لنادي كبير في بعض الاحيان، في بعض الاحيان تكون هناك كبوه، بس لازم تخرج بسرعه عشان ما تكلفكش تقعد جنبنا زي ما قلت لك. المدرب هيسأل مع حاجه يقول لك ايه، تعالى المدرب، فهو قدامه فرصه بعض المباريات يقدر يحسن فيها. وبعدين عنده هاري كين يعني 25 هدف في الدوري وفي المركز الثاني، ممكن هاري كين هو الفقر ولا ايه. بس اعتقد زي ما قلت لك هيدوله 3-4. صحيح، ترى ظهرت معلومه بان هاري كين غير محظوظ لتحقيق الدوري. اصبر عليهم دول ده يتحولوا، فرق الثمان نقاط اه كويس. نعم. انما ما بيستسلموش، فممكن تلاقيهم يرجعوا. نعم. وعلى مستوى دوري الابطال عندهم مباراه العوده مع لاتسيو. طيب كيف سيعود والفارق 8 نقاط بينه وبين باير ليفركوزن؟ باير ميونخ ب50 نقطة، باير ليفركوزن 58 نقطة، وبعيدين كل البعد عن شتوتغارت، او شتوتغارت يعني بعيد ب4 نقاط. شتوتغارت حتى بروسيا دورتموند يستطيع الاقتراب اكثر من باير ميونخ. لا خلي بالك تشافي الونسو ما تفكرش بتفكير عبد العزيز، فاهم؟ الثمان نقاط يقول لك الدوري محسوم، لا البايرن لن يستسلم، فحافظ على المستوى والنتائج الايجابيه، لان هم ممكن يتحولوا في اي وقت، هم محتاجين فوز بس. عبد العزيز انا عنده مباراه لايبزيج على ما اعتقد الاسبوع الجاي ممكن يكسبوا، وبعد كده قدام مباراه لاتسو يكسب ممكن تتغير الامور. اه فرق النقاط 8 نوعا ما مريح، انما لسه الدوري طويل. نعم. مشاهدينا الاعزاء، طبعا من جانب اخر تالق واضح وكبير للاعب السابق الاسباني والمدرب الحالي تشابي الونسو، حقق العديد من الامور الايجابيه. مشاهدينا الاعزاء، حقق العديد من الانتصارات والعديد من التعادلات، لكن دون اي خساره كناد على مستوى الدوريات الخمس الكبرى. مشاهدينا الاعزاء، لم يخسر حتى الان. لتشابي الونسو حتى الان عدد المباريات 32 مباراة، انتصر بعدد 28 مباراة وتعادل في 4 لقاءات، لم يخسر حتى الآن، سجل 95 هدف ما يقارب 100 هدف تقريبا يعني في 32 مباراة، وسجل عليه 23 هدف أي تقريبا الربع. أرقام تعتبر كبيرة أم مبالغة بأن نقول بأن تشابي ألونسو يحقق أرقام كبيرة على مستوى البوندسليغا؟ لا يا، الأرقام بتتحدث عن نفسها، الكرة الحلوة اللي بيلعب، يعني نتكلم على الكرة الهجومية دي يا عبد العزيز 95 هدف، لا وكرة كويسة في 32 مباراة، وبعدين كل حاجة تكتيك شباك نظيفة 15 مباراة. أنا بفرج على لقاءات وبعد المباريات بيدرس المنافسين كويس قوي، وكل منافس له تكتيك مختلف. يعني هو المباراة الأخيرة اللي كسبها يقول لك إن كان اللعيبة الأربع الاثنين قلبي الدفاع بتوع هادنهايم